خلونا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي بعد ما الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر المتجه للعباسية. هنلاقي هناك سيولة مرورية مكملة لحد غمرة، أما لما هنكمل لاتجاه العباسية هنلاقي كثافات إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين ومكملين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات. تظهر كمان كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو، وده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات كمان مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد. ظهرت كمان كثافات في شارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. أما الطريق الدائري بتظهر عليه كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام وفي اتجاهه للزراعي ومنه للأقاليم. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لأعلى التقاطعات اللي هنقولها دلوقتي، المحور المركزي وكمان المحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر. ده هيكون لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور. كمان في إغلاق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة وفي اتجاهه لطريق الواحات بالتحديد عند المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري. أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق، والاتجاه الإجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. لو رحنا لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العريش ومكملة لحد الطلبية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق ومكملة لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان وبرضه مكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في اتجاهنا لجامعة القاهرة. وهناخد بالنا أنه تم إغلاق كلي في شارع منشية البكري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص اللي بتربطه مع الطريق الدائري القوس الغربي. هنروح بسرعة لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة وحتى طريق الدائري اللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط طبعا متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي ومتجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد وبالتحديد من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية، ولو كملنا كمان لحد شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات إنما بسيطة مش بتأثر على الحركة المرورية. هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو وهنروح على طول على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع.